النموذج الأول لاختبار اللغة العربية مع كل الأسئلة المحتملة في هذا الفصل. تابع معي عزيزي التلميذ. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح عبر قناة الأستاذ الناجح، تلاميذ ثالثة متوسط. نبدأ على بركة الله بحل النماذج الخاصة بهذا الفصل، وبإذن الله تعالى في هذا النموذج ستجدون كل الأسئلة المحتملة مع المراجعة العامة من الألف إلى الياء. لا تنسى الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو، بارك الله فيك. رابط تحميل هذا النموذج بالإضافة إلى كل الدروس الخاصة بهذا الفصل تجدونها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. نبدأ بقراءة السند ثم نعود للشرح والمراجعة. بسم الله. هجرة الأدمغة هو مصطلح يستخدم لوصف تحرك الأفراد المتعلمين والمهارة من بلدهم الأصلي إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل أو تعليم أو ظروف حياة أفضل. يشمل هذا التحرك عادة الأطباء والمهندسين والمبرمجين وغيرهم من الفئات ذات المهارات العالية، فتدهور الرواتب وارتفاع نسبة البطالة يبقى أهم دافع لهجرة الأدمغة. عسى الهجرة أن تحسن من حالتهم المالية والاجتماعية، وإن سألتهم سيرددون نفس العبارة: من هاجر وخرج من بلده فقد هرب من شبح البطالة. ولقد بيّنت أغلبية التقارير أن الجزائريين يفضلون الهجرة إلى فرنسا وبعض المقاطعات الكندية بسبب عامل اللغة الذي يضمن لهم سرعة التفاعل مع السكان الأصليين. لكن للأسف ما لا يعلمه الجميع أنه كلما ارتفعت نسبة هجرة الأدمغة أثرت سلبا على عدة قطاعات مهمة في بلدنا، والتي ستخسر عددا كبيرا من إطاراتها مثل شركات البترول والمحروقات أو حتى المستشفيات. هذا كلام موجه لكم أعزائي التلاميذ، استمعوا جيدا. يا شباب المستقبل، بعد تخرجك هل ستفرد في بلدك الأصلي وتهاجر إلى بلد آخر؟ يبقى السؤال مطروحا. الجزء الأول تقويم الموارد. الوضعية الأولى، حسب الكاتب من هي الفئات التي تهاجر عادة؟ الإجابة من أين عزيزي التلميذ؟ من السند، لا تذهب بعيدا. لماذا يفضل الجزائري الهجرة إلى فرنسا وكندا؟ ما هي نتائج هجرة الأدمغة؟ ابحث في السند عن مرادف ما يلي: تقهقر، وأيضا عندنا كلمة فر. هات عنوانا مناسبا للسند من اختيارك. لخص مضمون السند في فكرة عامة. وضعية تانية أعزائي التلاميذ، أعرب ما تحته خط في السند. أعطيتكم كلمتين: عسى الهجرة. دائما في أسئلتي كما تلاحظون أعزائي التلاميذ أنني دائما أختار ما تم دراسته في هذا الفصل، يعني أغلبية الأسئلة تكون لها علاقة بما تم دراسته في هذا الفصل. الكلمة عسى وعندنا الهجرة. استخرج من السند ما يلي: أولا ألف أسلوب شرط وجوابه مقترن بالفاء مع تعليل سبب الاقتران. يعني درسنا أسلوب الشرط ودرسنا أيضا اقتران الفاء بجواب الشرط. عندنا تكتب هنا أسلوب الشرط عناصره وتعليل سبب الاقتران. اقتران ماذا؟ اقتران الفاء. لمن يبحث عن شرح مفصل للدرس اقتران الفاء بجواب الشرط تجدون رابطه في صندوق الوصف وفي أول تعليق. أيضا درس آخر خاص بالفصل الثالث: جملة نداء محددا المنادى ونوعه وحكمه الإعرابي.
فعلا مضارعا منصوبا مبينا أداة نصبه، الفعل المضارع وأداة نصبه فقط. أسلوبا إنشائيا مبينا نوعه. قدر قيمة للسند. أما فيما يخص الجزء الثاني تقويم الكفاءة يعني الوضعية الإدماجية، السياق يقول: تشكل الهجرة السرية إغراء لكثير من الشباب الذين يقعون في وهم التخلص من متاهات البطالة واليأس القاتل وتحقيق أحلامهم الجميلة. السند يقول: كل يوم نسمع بعشرات من الشباب يلقون حتفهم في قوارب الموت بعد أن تنقلب بهم في عرض البحر للأسف. التعليم: اكتب نصا من 12 سطرا تعرف فيه الهجرة السرية مبينا أسبابها ودوافعها موظفا أداة شرط غير جازمة وطباقا. الآن أعزائي التلاميذ نعود مع الحل والمراجعة العامة. السؤال الأول أو الوضعية الأولى يخص كل ما له علاقة بفهم السند، لهذا دائما أعزائي التلاميذ أعيد وأكرر وأنصح عليك قراءة السند جيدا مرة مرتين ثلاث أو حتى أربع مرات لكي لا تضيع نقاط خاصة بهذا الوضعية الأولى. حسب الكاتب، من هي الفئات التي تهاجر عادة؟ هنا نعود إلى الفقرة الأولى. لاحظ معي، قال لي: يشمل هذا التحرك عادة الأطباء. يعني من يهاجر أو هجرة الأدمغة عادة تخص فئة من هذه الفئات: الأطباء، المهندسين، المبرمجين وغيرهم من الفئات ذات المهارات العالية. إذن عندما أجيب ماذا أقول؟ حسب الكاتب، الفئات التي تهاجر عادة هي الأطباء والمهندسين والمبرمجين وغيرهم من الفئات ذات المهارات العالية. جميل. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني: لماذا يفضل الجزائري الهجرة إلى فرنسا وكندا؟ نعود إلى هذه الفقرة أيضا. ولقد بيّنت أغلبية التقارير أن الجزائريين يفضلون الهجرة إلى فرنسا وبعض المقاطعات الكندية، المقاطعات الكندية التي تتكلم باللغة الفرنسية، هذا ما نقصده. بسبب ماذا؟ بسبب عامل اللغة. إذن الجزائري يفضل الهجرة إلى فرنسا وبعض المقاطعات الكندية بسبب ماذا؟ بسبب عامل اللغة الذي يضمن لهم سرعة التفاعل مع السكان الأصليين. إذن عندما أجيب أقول: يفضل الجزائري الهجرة إلى فرنسا وكندا بسبب عامل اللغة. جميل. ما هي نتائج هجرة الأدمغة؟ ركز معي جيدا في هذه الجملة. لاحظ، كلما ارتفعت نسبة هجرة الأدمغة، لاحظ نتيجة ما هي؟ أثرت سلبا على عدة قطاعات مهمة في بلدنا والتي ستخسر عددا كبيرا من إطاراتها، مثل شركات البترول والمحروقات أو حتى المستشفيات. يعني كلما ارتفعت نسبة الأدمغة أثرت سلبا على عدة قطاعات. يعني كلما ترتفع نسبة الهجرة كلما تخسر أيضا هذه الشركات الإطارات. الآن ابحث في السند عن مرادف ما يلي. لاحظ معي، عندنا تقهقر معناها، لاحظ معي في هذه الجملة معناها أو مرادفها تدهور الرواتب، معناها تقهقر يعني ينخفض بنسبة شديدة. الآن أقول كلمة فر مرادفها ماذا؟ هي هرب من شيء، أي فر منه. جميل. قال لي: هات عنوانا مناسبا للسند. أكيد أعزائي التلاميذ سأختار لكم أسهل واحد، أكيد سأختار لكم هجرة الأدمغة، هذا شافي وكافي للعنوان. لخص مضمون السند في فكرة عامة: هجرة الأدمغة والهروب من شبح البطالة.
ومواصلة استنزاف طاقات الشركات الوطنية. الثانية: أعرب ما تحته خطف السنة. عسى الهجرة، عسى الهجرة، أين هي؟ ها هي. عسى الهجرة أن تحسن من حالتهم المالية والاجتماعية. نتذكر معا ما درسناه في هذا الفصل، الفصل الثالث والأخير، درسنا أفعال ماذا؟ أفعال الرجاء. هل تتذكروها؟ عندنا أفعال الرجاء. ما هي أفعال الرجاء أعزائي التلاميذ؟ عندنا عسى، عندنا حرى، وعندنا إخ لو لقى. جميل، هذه الأفعال تسمى أفعال الرجاء، وتعمل نفس عمل ماذا؟ نفس عمل كان وأخواتها. قلنا مثلا، أعطيكم مثال بسرعة فقط، عندي كان الطفل ما به؟ كان الطفل مريضا. نلاحظ أن كان ماذا تفعل؟ ترفع الأول ويسمى اسمها. اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتنصب الثاني، يعني هذا الثاني يكون منصوبا ويسمى ماذا؟ خبرها. جميل، يعني كان عندها اسم وعندها خبر، وترفع الأول وتنصب الثاني. نفس الشيء ينطبق على كلمة عسى أو حرى أو إخلولق. عندنا عسى إعرابها ماذا؟ نفس إعراب كان وأخواتي، فتقول فعل ماض ناقص. أول شيء نفس الشيء، كان وأخواتها، عسى وأخواتها، فعل ماض ناقص مبني على الفتح، لكن هنا الفتح الظاهر على آخره، لا هنا عندي في الأخير ألف، إذن فأقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، عندما يكون عندي ألف للتعذر. أعزائي التلاميذ، هذا فيما يخص إعراب عسى. الكلمة التي تأتي بعد عسى، قال عسى، هل يقول عسى الهجرة أم الهجرة؟ أقول بما أن عسى تعمل نفس عمل كان وأخواتها، فالاسم الذي يأتي بعدها يجب أن يكون مرفوعا، وإعرابه ماذا؟ أقول اسم عسى. هنا أقول اسم كان، وهنا ماذا أقول؟ اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا فيما يخص عسى الهجرة. جميل، الآن ننتقل إلى ماذا؟ الآن سؤال آخر، قال لي استخرج من السند ما يلي: أسلوب شرط وجوابه مقترن بماذا؟ بالفاء مع تعليل سبب الاقتران. الآن أعزائي التلاميذ، في السؤال الموالي قال لي استخرج من السند أسلوب شرط وجوابه، وجوابه مقترن بالفاء مع تعليل سبب الاقتران. أكيد أعزائي التلاميذ، في هذا الدرس مررنا بكل الحالات، كل حالات ماذا؟ كل حالات اقتران. اقتران ماذا؟ اقتران جملة جواب الشرط بماذا؟ بالفاء. مررنا بكم من حال أعزائي التلاميذ؟ من شاهد الدرس شرحته بالتفصيل في قناتي، تجدون شرحه في أو رابطه في صندوق الوصف وفي أول تعليق. أكيد هنا في هذا الفيديو لا يمكن إعادة كل الحالات اقتران للفاء، يمكنكم العودة للدرس أو من المستحسن أن تعود للدرس، لكن هنا سأقوم بتذكيرك بهذه الحالة. هذه الحالة عندما يقول لك من يزرع شوكا فلن يحصد قمحا،
لو سألتك عزيزي التلميذ ما الأسلوب الذي استعملته في هذه الجملة؟ أكيد أسلوب شرط. أسلوب ماذا؟ شرط. إذا بما أنه عندي أسلوب شرط ماذا أبحث؟ أبحث عن أداة الشرط. من يزرع شوكا؟ هذه جملة أو جملة الشرط. أين جملة جواب الشرط؟ جملة جواب الشرط ها هي لن يحصد قمحا، هذه جملة جواب الشرط. جميل، نلاحظ أن جملة جواب الشرط اتصلت بماذا أو اقترنت بماذا؟ بالفاء. ما هو سبب اقتران الفاء في هذه الحالة؟ أكيد قلت لكم أعزائي التلاميذ عندي 7 حالات لا يمكن إعادتها كاملا في هذه المراجعة، فقط أذكركم بالمغزى من هذا الدرس. هنا اتصلت جملة جواب الشرط بالفاء لماذا؟ لأن جملة جواب الشرط منفية. ما بها؟ جملة منفية. كيف عرفت ذلك؟ ماذا استعملنا هنا؟ لن. عندما أستعمل لن فأنا أقوم بالنفي، لن يحصد قمحا، فأقول التعليل اقترنت أو اقترنت جملة جواب الشرط بالفاء في هذه الحالة لماذا؟ لأن جملة جواب الشرط جملة منفية. من هاجر وخرج من بلده فقد هرب من شبح البطالة. هنا وجب علي أن أعيد كتابة هذه الجملة لكم، هذه الجملة التي طلب منك الأستاذ استخراجها، جملة استعملنا فيها أسلوب الشرط. عندما أقول أسلوب الشرط أتذكر العناصر، عندي من هي ماذا؟ أداة الشرط. هاجر وخرج من بلده جملة الشرط، جملة ماذا؟ الشرط. أين جملة جواب الشرط؟ قد هرب، قد هرب لا تهمنا ماذا يوجد بعدها، قد هرب من شبح البطالة. لاحظ معي هذه جملة جواب الشرط. طلب منك الأستاذ بعد استخراج هذه الجملة وتحديد العناصر، قلنا أن هذه أداة الشرط، هذه جملة الشرط، وهذه جملة جواب الشرط. بقي عليك ماذا؟ استخراج أو تعليل سبب اقتران الفاء بجملة جواب الشرط. ها هي الفاء اقترنت بماذا؟ بجملة جواب الشرط. ماذا تقول له؟ يا أستاذي عندنا في الحالات 7، عندي 7 حالات كما قلت لكم، إذا سبقت، استمع جيدا، يتقترن جملة جواب الشرط، تقترن جملة جواب الشرط بماذا؟ بالفاء إذا سبقت بقد. بماذا؟ بقد، مثل هذه الجملة سبقت بماذا؟ بقد. التلاميذ ننتقل إلى ماذا؟ جملة نداء محددا المنادى ونوعه وحكمه الإعرابي. درس المنادى، أنواع المنادى وإعراب المنادى في ماذا؟ في الفصل الثالث. نعود قليلا إلى السند وأقول يا شباب المستقبل، يا شباب، هل قلت يا شباب؟ وأصمت. يا شباب المستقبل، هنا أعزائي التلاميذ ماذا فعلت؟ عندي يا للنداء وعندي شباب المستقبل. شباب المستقبل ماذا تعرب أعزائي التلاميذ؟ أقول منادى. ما به؟ منادى منصوب، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف المستقبل. ماذا؟ مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال لك الأستاذ ما نوع هذا المنادى؟ هذا النوع من المنادى نسميه المنادى المضاف، المنادى المضاف. من يذكرني بأنواع المنادى الأخرى أعزائي التلاميذ؟ عندنا المنادى الشبيه بالمضاف، عندما أقول يا طالعا جبلا،
يا طالعا جبلا، يا كريما خلقه، يا داعيا للخير. هذه شبيه بالمضاف. عندما أقول يا شباب المستقبل، مثلا يا تلاميذ المدرسة، هذا نسميه المنادى المضاف. أما عندما أقول يا محمد، هذا يا محمد كما درسناها، يا محمد، هذا نوع من المنادى نسميه منادى علم. منادى ماذا؟ علم، لأن كلمة محمد اسم علم. عندنا أيضا يا مثلا يا معلما، يا معلما، هذه ماذا نسميها أعزائي التلاميذ؟ المنادى النكرة غير المقصودة، غير المقصودة. وعندنا يا معلم، يا معلم، هذه نكرة مقصودة، فعلا مضارعا منصوبا مبينا أداة نصبه. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، عندي أين الفعل المضارع المنصوب؟ مباشرة سأذهب أن تحسن، أن تحسن، أن تحسن، الأصل في هذا الفعل تحسن، بعد دخول أن على تحسن أصبحت ماذا؟ تحسن. الآن أعزائي التلاميذ، سؤال يخص أسلوبا إنشائيا مبين نوعه. نعود إلى الفقرة الأخيرة، اقرأ معي جيدا. يا شباب المستقبل، بعد تخرجك هل ستفرط في بلدك الأصلي وتهاجر إلى بلد آخر؟ هنا أعزائي التلاميذ نلاحظ أنه عندي النداء وعندي هل. هذه يا قلنا أنها تدل على النداء، هنا استعملنا النداء. ونحن نعلم أن الأسلوب الإنشائي عنده نوعين، أسلوب إنشائي طلبي وعندنا غير طلبي. ركزوا معي مع الأسلوب الإنشائي الطلبي. عندما أستعمل النداء يا أعزائي التلاميذ أو أستعمل الاستفهام، فهذا أسلوب إنشائي طلبي. أعزائي التلاميذ ننتقل إلى قدر قيمة للسند. عندنا قيمتين مهمتين في هذا السند، أولها الاجتماعية، وهي درسناها أو التمسناها في محاولة هجرة الأدمغة لتحسين مستواهم الاجتماعي، على الرغم أنه بعد هجرتهم ستظهر لنا قيمة أخرى، قيمة اقتصادية وطنية تتمثل في تأثير هجرة هذه الأدمغة نحو بلدان أخرى. وهذه الهجرة كما قلنا أعزائي التلاميذ تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني للأسف. الآن تشكل الهجرة السرية إغراء كثيرا من الشباب. قال لي تكلم في 12 سطرا تعرف فيه الهجرة السرية مبينا أسبابها ودوافعها. اخترت لكم هذه الوضعية الإدماجية. أعزائي التلاميذ سأترك لكم قراءة هذه الوضعية الإدماجية لكي لا يكون الفيديو طويل عليكم. في هذه الوضعية تكلمت عن تعريف الهجرة، سببها، ونصيحة في الأخير. أعزائي التلاميذ دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.